العاصمه هم يقوموا بعمل قلنا احنا لو تام تاعهم انهم يخصوش فوق ميدانهم، لان تحت العاصمه لو نوليو حسابات لما يخرج هنا خارج ميدانه ما يقدرش يجيب نقاط كبيره، ضعيف هذا المستوى هذا الموسم مقارنه بالموسم الاخر. التشكيله مام تشكيله كي تشوفها تعرف باللي التشكيله ما تقدرش تفوز خارج الميدان. احنا هما لوبجيكتيف ديالهم الكلاسمون تاعهم راه بارابور واش عنده من امكانيات، وذاك ماهوش هذا الخلاص متهم، لانه تشوف عنده جميع الامكانيات الماديه وبشريه. احنا كنا احنا سواديزون نقولوا حنايا كي يعود يتنافس على البطوله مع المولوديه العاصمه ومع وفاق ستيف ومع اتحاد واتحاد العاصمه، تعرف بلي هذا الثلاثي يشكل خطوره كبيره، وهذا ما كنا متمنينه، لانه لو تشوفنا يعني فريق متصدر يعني في البطوله والفرق الاخرين ما لحقتوش تعب بلي بطوله ضعيفه، رغم ان البطوله ضعيفه نقولوا بلي راهي مرضيه وخلاص وصلتنا بالحبيب.